شحانية واضحة المعالم، وفي هذه اللحظات تستعد أو ينطلق الشوط الأول الرئيسي الصباحي للقاء القعدان. وأرحب بزميل مطلق بن علي العنزي. في جميع البرايا يتمي بالمراجل شيخنا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل دائما وأبدا. متابعينا الكرام، مشاهدينا في كل مكان، شكرا زميلي محمد بن بريك المري. متابعينا أحييكم ورحب بحضراتكم في هذا اليوم الخميس 23 من ربيع الأول عام 1438 للهجرة، اليوم الذي يوافق لي 22 من ديسمبر عام 2016. في هذا اليوم الخاص باللقاية لهجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة في أشواطنا المفتوحة، بدأ شعار الشحانية مع ذهول وحقق أول أشواط صباح هذا اليوم مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي الذي قدم شعار الشحانية في أول أشواط صباح هذا اليوم منتزعا ومحققا مع هذا الاسم مع ذهول النقطة الأولى في صباح هذا اليوم لشعار هجن الشحانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، تانية لك عملاق المضمرين على هذا الفوز المستحق في هذا الصباح. إذا متابعينا الكرام، ينطلق شوطنا الأول الرئيسي في صباح هذا اليوم الخاص بالقعدان، الخمسة كيلومترات طبعا هي المسافة التي قررت لهذه الأسماء. أبدأ مباشرة مع عديل اللي في المركز الأول، تعود ملكية لهجن الشحانية بمتابعة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. ينتقل إلى المركز الثاني شعار هجن الرئاسة التابع لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مع النصر ومع الطاغية على المركز الثاني والثالث، يتابعهن علي بن جميل الوهيبي. هنا الظافر حاضرا مع هذا الشعار العملاق، الشعار الكبير بإنجازات الشعار الرئاسة. المركز الرابع متابعينا الكرام، يتواجد جلمود حاضرا مع شعار هجن الشحانية بمتابعة أيضا الخبير والمميز سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. ينتقل إلى المركز الخامس في خامس المراكز، أجد شاهين أيضا لهجن الشحانية ويتابع محمد بن خالد بن عبد الله العطية. متابعينا الكرام، الخمسة الأسماء أعلنتها لحضراتكم، نداء الأول في هذا الشوط المنطلق والمندفع في أول لقاء في ميدان التحدي هذه الأسماء الكبيرة، الشعارات العملاقة، المؤسسات الكبيرة، مؤسسة هجن الشحانية، مؤسسة الرئاسة، وأيضا مؤسسة هجن العاصفة الحاضرة لنرحب بها دائما في ميدان التحدي التابعة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. مرحبا بكل الشعارات الحاضرة من هذه المؤسسات العملاقة، مرحبا أيضا بشعارات أصحاب السمو الشيوخ والسعادة الحاضرين، أيضا المشاركين في هذا السباق الكبير، سباق المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. هذا هو اللقاء المميز اللي يجمع بين هذه المؤسسات الكبيرة. أعود إلى المركز الأول متابعينا الكرام، إلى شعار هجن الشحانية المنطلق المندفع على المركز الأول على الصدارة، يحلق بانطلاقة عديل على المركز الأول، عديل على الكادر العلوي عبر شاشة قناة الريان الناقل الحصري لهذا السباق الكبير. يا سلام، إذن شعار الشحانية مع عملاق المضمرين سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي ينطلق مع جلمود كما انطلق في الشوط الأول الرئيسي الخاص بالإبكار مع ذهول التي حققت الناموس في أول الأشواط. يا سلام يا سلام، عديل عديل على المركز الأول، لوحة 2 كيلومترات عن خط النهاية، راحت 3 كيلومترات. الشحانية متقدمة، الشحانية منطلقة مندفعة في أول الأشواط، غزو من شعار الرئاسة على المركز الثاني، يتقدم
النصر على المركز الثاني، النصر على المركز الثاني يتقدم بشعار هجن الرئاسة التابع لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. علي بن ميل الوهيبي في المتابعة والتضمير، المركز الثالث يتقدم جلمود، جلمود على المركز الثالث، شعار هجن الشحانية بمتابعة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، يتقدم شعار الشحانية أيضا مع سالم بن فران المري متقدما مع تقدم مبعد على المركز الثاني بشعار هجن الشحانية. أول نداء، أول نداء المركز الثالث أو المركز الرابع متابعينا الكرام، جلمود لهجن الشحانية مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي من الجانب الآخر. ماذا يحمل شعار الشحانية مع الشبل المنطلق على المركز الخامس؟ شعار هجن الشحانية مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. متابعينا الكرام بدأت الرئاسة يا أخواني، بدأت الرئاسة بأيضا الانطلاق في هذا الشوط مع هذا الشعار الكبير، يا سلام الشحانية قادمة مع المركز الثاني مع مبعد، مع مبعد 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 مع سالم فران المري مع شعار الشحانية. لكن المركز الأول، المركز الأول القيادة مع النصر، النصر مع شعار الرئاسة، النصر مع المركز الأول، مع المركز الأول. المركز الثالث الشبل لهجن الشحانية أيضا قادم مع مبعد على المركز الثالث. يا سلام، خلاص 700 متر أخيرة يا بن جميل على المركز الأول، شعار الرئاسة مع بن جميل على المركز الأول ينطلق. لكن المركز الثالث، المركز الثاني مبعد لهجن الشحانية مع سالم بن فران، المركز الثالث ينطلق المركز الثالث الشبل لهجن الشحانية مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. لكن الرئاسة مسيطرة في هذا الشوط، الأقرب للناموس شعار الرئاسة مع النصر، النصر ينتصر في هذا الشوط، يحقق الناموس، يهدي هجن الرئاسة التابعة لرئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ناموس الشوط الأول الرئيسي الخاص بالقعدان. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة مع هذا الفوز، فوز النصر بالمركز الأول. تهنئة لعلي بن جميل الوهيبي، من قدم النصر في أول الأشواط يحقق الظافر ناموس الشوط الأول مع النصر. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة، تهنئة للمضمر الظافر علي بن جميل الوهيبي. المركز الثاني مبعد لهجن الشحانية، والمركز الثالث الشبل لهجن الشحانية، المركز الرابع يصل جلمود لهجن الرئاسة، المركز الخامس صنديد لهجن العاصفة. تهانينا والناموس لجميع الفائزين متابعينا الكرام، تهانينا لهجن الرئاسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على فوز النصر وتحقيق النصر لناموس هذا الشوط. تهنئة لمن قدم النصر في الشوط الأول الرئيسي في صباح هذا اليوم، ظافر المضمرين هنا علي بن جميل الوهيبي. تهانينا والناموس. متابعينا الكرام، النصر هذا هو لحظة وصوله إلى خط النهاية، 7:28 جزءا واحدا من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة التابع لدولة الإمارات العربية المتحدة، وعلي بن جميل الوهيبي هو من قدم النصر بالمركز الأول. المركز الثاني مبعد لهجن الشحانية مع سالم بن فاران المري، 7:30 بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس. المركز الثالث الشبل لهجن الشحانية مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، التوقيت الزمني 7:30 جزءا واحدا من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.